السلام عليكم، مساء الخير على الجميع. يكون 2008. واجهتني مشكلة من يومين تقريبا، فصلت أصبع البطارية ورجعت شبكته مرة ثانية، والهواء صار يخرج من الطبلون من الزجاج الأمامي. فصلت الأصبع كذا مرة على أساس أنه قلت يمكن يزبط مرة، يعني يرجع الدفع من الأمام، ما في فايدة. فصلت الأصبع، يعني آخر محاولة فصلت الأصبع تقريبا في العشاء، وجيت ثاني يوم العصر حطيت الأصبع، شبكت الأصبع، فالدفع برضو من الطبلون عاية يجي من الأمام. فأنا قلت أكيد القسام، يعني معرفتي بسيطة. طبعا رحت للفنيين فقالوا نلغي لك القسام، تقريبا يكلف 300 او 350 ريال شغل يد. اقل سعر للامانه حصلته بصراحه 200 ريال، فلانه قالوا تكلفه القسام الجديد غالي، فحبيت اجتهد من نفسي يعني، فقلت كذا يعني امخمخ عليها. وفضل الله سبحانه وتعالى الشغله طلعت جدا جدا بسيطه، ما تاخذ معاك حتى 3 دقائق بالكثير. يعني من وين المشكلة كلها؟ طبعا أنا بتكلم على أصحاب اليكون من 2007 لين 2014، لأنه نفس الموديل. تشوفون هذه المسننات الصغيرة، هذه طبعا هي كانت نازلة عندي لين هنا، هذا المجرى حقه، هذا المكان المنحني، هذا المجرى حقه من فوق، من هنا لين هنا، هذا هو المجرى حقه. إذا ما تغير الدفع للأرجل اللي فوق اللي قدام، فلو مستويات هذه المسندة نفسها، فهي كانت نازلة للأخير وكانت معلقة. طبعا هذا القسام المسؤول عن حركة، عن موزع، هذا موزع الهواء، هذا القسام المسؤول عن توزيع الهواء. ففصلت الفيشة وشبكتها مرة ثانية، ما في فايدة. فنفس المنطقة هذه من هنا طبعا كانت نازلة، هي لين تحت معلقة، بغطها بيدي، حاولت ادفعها بيدي، والحمد لله طلعت لفوق وصار دفع المكيف من الامام، يعني رجع الدفع طبيعي الحمد لله. بسم الله. وهذا الدفع الان شغال الحمد لله، والامور عالي العال، ولا احلى من كذا ما شاء الله. الشغلة جدا بسيطة. طبعا انا من باب الاحتياط لنفسي، بما اني ما احتاج الهواء الا من الامام فقط، فراح افصل القسام، راح افصل الفيشة لاني ما احتاج دفع الهواء الا من الامام. فالان خلاص، الان الوضعية هذه ثابتة وما راح تختلف معاك ابدا. الآن الدفع خلاص صار عندي من الأمام، فالآن سواء هنا قلبته كذا يعني على الأرجل، أو من هنا أو هنا، الدفع كله صار عندي من الأمام. وللمعلومية اكتشفت حاجة بسيطة، إن لما تخلي الدفع بالطريقة هذه وإنت فاصل القسام وعندك العلامة هذه شغالة اللي هي حق الأرجل مع الزجاج الأمامي، يجيني الدفع أقوى، دفع المكيف يجيك أقوى، أقوى من إنه لو كان موجه للأمام، أقوى من إنه لو كان موجه للأمام. هذا في حال إذا أنت كنت فاصل القسام مثل ما أنا سويت. هذا للعلم وسلامتكم. طبعا القسام بعد ما رفعته بيدي الفوق فصار يشتغل طبيعي، يعني جربت فيه جميع الوضعيات فيشتغل طبيعي وما في أي مشكلة الحمد لله. ولكن انا فصلت القسام لاني خلاص ما ابغى، يعني قلت لا سمح الله قد اواجه المشكله هذه مره ثانيه، فاشتري دماغي ووفرت على نفسي على قولهم 300 ريال. والواحد والمعرفه حلوه، يعلم نفسه بنفسه شيء جدا جميل. هذا للعلم وسلامتكم والفائده. ان شاء الله اكون افدتكم، واعذرونا على الاطاله، واعذروني اذا كان التصوير سيء لاني بصراحه لوحدي. السلام عليكم.